اهلي البلس 90 بيفوز على غزل المحلة في الوقت القاتل كده 2-1 وبياخد 3 بونت مهمين جدا جدا. النهاردة ما كانش ينفع ابدا ان احنا نتعادل او نفقد اي نقاط. الاهلي بمن حضر زي ما عودنا في غياب 12 لاعب على الاقل منهم 6 اساسيين كده، وهنتكلم عن تفاصيل الاصابات والغيابات في تفاصيل الحلقة. لكن في عز الغيابات دي كلها بتلعب باللعيبة اللي موجودة عندك وبتكسب في البلس 90 وبتاخد 3 نقط مهمين جدا. قبل اي حاجة كده عايز احكي لكم حاجة حصلت معايا وانا بتفرج على المباراة وافضح واحد صاحبي، لاني وعدته اني هفضحه في الفيديو عشان هو ابن حلال ويستاهل، محمد عدلي صاحبي الزملكاوي. كان بيكلمني كده وبيقول لي يا ترى هتصيح على ايه النهاردة بعد ما الزمالك فاز على البنك الاهلي كده. فرديت عليه قلت له اصيح ليه، انا كده كده فريقي كسبان. سكت ومردش عليا غير بعد ما المحلة سجل هدف التعادل بكل روشانة كده، وقال لي كسبان ايه قصدك متعادل، خيو 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 خيو، وقعد يهزر كده ويضحك. رحت ردد عليه وقلت له انا جاي لك من المستقبل وبقول لك ان احنا هنكسب. فراح قال لي تتراهن على ايه؟ قلت له على اللي انت عايزه انجز. قال لي على 100 جنيه وقنبله. قلت له ماشي، ما كنتش فاضي اتكلم معاه عشان قاعد مركز مع المباراه ومتعصب جدا مع احداث الماتش كده. وفضل بقى يهزر بعديها ويتكلم هو ويقول لي بلاش 100 جنيه وقنبله، خلينا نتراهن لو انتوا كسبتوا اجيب لك تيشيرت الاهلي، ولو احنا كسبنا تجيب لي تيشيرت الزمالك كده. وانا قلت له خلاص اوكي انا موافق على اي حاجه كده. وجالي بقى والمباراه خلاص بتخلص والدقيقه عدت 90 وفرحان قوي وعمال يضحك ويقول لي صور لي تيشيرت الزمالك في الفيديو قبل ما تجيبه لي، وهوب على طول النادي الاهلي بيسجل هدف في البلاس 90 زي ما عودنا المخيف محمد شريف، وبيجيب لي الرهان دون كده وبقول له دلوقتي وانت بتتفرج على الفيديو اطلب القنبله حالا في التليفون، انا جاي اكل دلوقتي ومش هاخد منك ال100 جنيه، لكن هات لي تيشيرت النادي الاهلي مستنيه منك، وهتلاقي الاكونت بتاعي تحت في الكومنت كده عشان بكره باذن الله هنزل له بوست افضحه فيه. فاللي عايز يحفل على الراجل يبقى يجي في الاكونت ويشوف البوست كده وحفله براحتكم. واسمع معايا بقى الريكورد كده بعد هدف النادي الاهلي، هدف محمد شريف والصدمه بتاعته. هنتكلم طبعا في كل تفاصيل المباراة. قبل اي حاجة انزل لي دلوقتي في الكومنتات قول لي مين كان الافضل النهاردة في النادي الاهلي ومين كان الاسوأ في الملعب وتقييم اللعيبة ورأيك في سامي قمصان في اداؤه لمباراة الاهلي وغزل المحلة النهاردة. مستني كومنتاتكم هنتناقش طبعا فيها مع بعض. وكمان عملنا حلقة مهمة جدا لمباراة الزمالك والبنك الاهلي هتلاقوها موجودة فوق، اطلع واتفرج عليها. الزمالك اللي قدر يعمل ريمونتادا ويكسب 2-1 باللعيبة الصغيرين النهاردة. فاللي كان بيتفرج على مباراة الاهلي وما شافش حلقة الزمالك هيلاقيها موجودة فوق، واخبط بقى لايك للفيديو، شير على قد ما تقدر، اشترك في القناة وفعل الجرس عشان تجيلك كل حلقات اللي هنعملها بعد كده. ويلا بينا. كور العالية روكسون القاضي يا موكل شرط الكورة الجول القاضي يا موكل القاضي يا الاول كده نبدا بجدول الدوري. يبقى الوضع على ما هو عليه، الزمالك بيفوز، بيراميدز بيفوز، الاهلي بيفوز، تفضل الفروقات زي ما هي كده. الزمالك بقى لاعب 22 مباراه معاه 48 نقطه مركز اول، بعديه بيراميدز لاعب نفس ال 22 مباراه متعادلين في الماتشات لكن معاه 46 نقطه، يجي بعديهم في المركز الثالث النادي الاهلي لكن من 19 مباراه بس، بقى لنا 3 ماتشات مؤجله كده ومعانا 44 نقطه فرق بيننا وبين الزمالك اللي في المركز الاول 4 نقاط، وفي 3 ماتشات ب9 بونت لسه موجودين على جنب مؤجلين للنادي الاهلي نقدر نكسبهم ونتصدر الدوري كله. قول لي رايك في الكومنتات، الدوري السنه دي رايح لمين؟ عايز اشيد النهارده باداء سامي قمصان واقول له شابوه لان المباراه كانت صعبه جدا. النادي الاهلي غايب عنه 12 لاعب منهم على الاقل 6 اساسيين، تخيل كده عد معايا، غايب عندك علي لطفي في حراسه المرمى، غايب عندك طبعا اكرم توفيق الباك يمين الاساسي للنادي الاهلي، غايب عندك محمد عبد منعم اللي لو موجود هيكون مساك اساسي في النادي الاهلي، غايب عنك كمان علي معلول الباك الشمال الاساسي في النادي الاهلي، ادي كده 5 لعيبه خط الظهر وفي حراسه المرمى منهم 3 لعيبه اساسيين، تنزل على نص الملعب غايب اليو ديانجو، غايب حمدي فتحي 2 اساسيين، غايب كمان عمار حمدي في نص الملعب، غايب عندك محمد محمود كمان ادي كده 8 لعيبه، غايب كمان حسين الشحات، وغايب طبعا لويس ميكسوني، وغايب كمان احمد عبد القادر، وكمان ايمن اشرف نسيته في خط الظهر كده، عندك 12
11 لاعب غايبين عن النادي الاهلي، على الاقل منهم 6 اساسيين. ومع كل الغيابات دي طبعا مستشفى النادي الاهلي ده موضوع كبير قوي، لازم ما نسكتش عنه ولازم نتكلم في الموضوع ده ونشوف ايه الاسباب. ما ينفعش الاصابات دي كلها، ما ينفعش ابقى بلعب كل مباراه غايب عني 12 و13 و14 لاعب وكل ماتش لازم يطلع لي اصابه. النهارده طاهر بيتصاب في الشوط الاول وبيخرج من المباراه مصاب، كل ماتش انت على كده، طبعا الموضوع ده ما ينفعش. لكن خلينا اكمل، سامي قمصان شابوه النهارده رغم كل الغيابات دي بيقدر يلعب المباراه وبيقدر يحول الشوط الثاني بعد التعادل يلعب بالفريق كله هجومي كده. مجازفه كبيره جدا عملها بصراحه في الملعب، انه لعب باكتر من 7 أو 8 لعيبه كلهم هجوميين والملعب كله كان بيهاجم كده في النادي الاهلي، وفعلا قدر يسجل هدف مستحق 100%. وجبنا 3 كرات في العارضه وضيعنا كتير جدا، والاهلي كان طوفان هجومي بعد تعادل غزل المحله. فلازم اقول شابوه لكابتن سامي قمصان على اداره المباراه. الاهلي بدا النهارده 4-2-3-1 بتشكيله اضطراريه، في حراسه المرمى محمد الشناوي، كريم فؤاد باك يمين ضعيف جدا جدا واقل بكتير جدا من مستوى النادي الاهلي للاسف، اضعف بكتير جدا من محمد هاني السيء اصلا. باك شمال محمود وحيد نفس الكلام، اضعف بكتير جدا من مستوى النادي الاهلي. 2 لعيبه الطبيعي ان هم في اول انتقالات يرحلوا عن النادي الاهلي، مستواهم ضعيف جدا. 2 سرد باكات ياسر ابراهيم ورامي ربيعه، قدامهم 2 على الدايره، كوكا لاعب صغير في السن، جنبيه عمرو السوليه كده، قدامهم 3، مجدي قفشه على يمينه النهارده موجود بيرسي تاو، وعلى شماله طاهر محمد طاهر، ومهاجم وحيد محمد شريف. واحد هيقول لي انت بتنقد كريم فؤاد، ومحمود وحيد نقد قوي جدا وبتقول يمشوا من الاهلي عشان مباراه، هقول لك لا، انا بتكلم على امكانياتهم، الاثنين امكانياتهم اضعف بكتير جدا من النادي الاهلي بصراحه. وبعدين انا مش عارفهم يعني، فما بتكلمش على اشخاصهم، انا بتكلم على مردودهم في الملعب سيء جدا جدا، ومش مستني منهم افضل من كده، لان امكانياتهم اضعف بكتير من الاهلي، ده من وجهه نظري. لعيبه لازم ترحل فورا، وعملنا حلقتين اتكلمنا عن اللعيبه اللي لازم ترحل عن النادي الاهلي، جزء اول وجزء تاني، ارجع اتفرج عليهم هتلاقيهم موجودين فوق، حلقات مهمه جدا قلنا مين اللعيبه اللي لازم تمشي من النادي الاهلي فورا. وهنتكلم بقى وهنعمل حلقه للصفقات واللعيبه اللي احنا محتاجينها، وقول لي رايك انت في الكومنتات مين اللعيبه اللي لازم تمشي فورا من النادي الاهلي. بتبدا المباراه و10 دقائق كده سلبيين من كلا الفريقين، وفي الدقيقه 11 على طول ضربه جزاء للنادي الاهلي صحيحه 100% من وجهه نظري كده، اللعيب داخل على محمد شريف بمنتهى القوه زائق بايديه وخبطه برجله كمان، وضربه جزاء من وجهه نظري صحيحه، قول لي رايك فيها في الكومنتات اذا كانت صح ولا غلط. بيخش على طول مجدي قفشه هو اللي يشوطها، علي معلول مش موجود، وبدر بنون الاثنين المتخصصين، قلت السوليه هو اللي هيشوط لكن قفشه هو اللي بيدخل، بيحط الكره على طول بهدوء في النص بيسجل الهدف الاول للنادي الاهلي، تبقى النتيجه 1-0. ونفس بقى غلطه مباراه الزمالك، ما بنسجلش بعديها وما بنموتش المباراه مع ان النادي الاهلي كان طوفان هجومي. بعديها جت كره لبيرسي تاو من على الجنب بيشوط لكن على طول بتخبط في القائم، بعديها على طول واحده ثانيه لمجدي قفشه على الطاير بيحطها على طول لكن فوق العارضه، وضيعنا كورتين في منتهى الخطوره، كان سهل جدا النتيجه تبقى 3-0. بعديها في الدقيقه 34 فاول خطر جدا من على حدود ال 18 بيتنفذ بمنتهى الروعه، بيتالق فيها محمد الشناوي وبيشيلها من المقص كده من طلاق العارضه والقائم، والكره بتخبط بعديها في العارضه وبتضيع. هو ده الشناوي اللي احنا عارفينه، لكن بعد كده بيعمل غلطه كبيره جدا هنتكلم عنها لما يجي الجول، لكن تالق في الكره دي فلازم ياخد حقه. بعد كده بيتصاب طاهر كالعاده، مستشفى النادي الاهلي على راي ايمن الكاشف ما بقاش فيها سراير وما فيهاش اماكن كده انت محتاج واسطه عشان تدخل المستشفى، فطاهر بيتصاب بينزل مكانه صلاح محسن. طاهر سيء جدا فاصابته فادت النادي الاهلي، ربنا طبعا يا رب يقومه بالسلامه، ما نتمناش لاي حد الاصابه، لكن لعيب سيء جدا الكره دايما بتنتهي عنده. في السوشيال ميديا اليومين اللي فاتوا عمالين بيقولوا لعيب راجل، لعيب بيقاتل على الكوره، لكن انا دايما بشوف طاهر كل قراراته في الملعب غلط، دايما هجمه النادي الاهلي بتنتهي عنده، يا بمس باص بقى يا لعيب بياخد منه الكوره، يا بقرار خاطئ، لكن الكوره دايما بتنتهي عنده. تحس ان في حفره كده في الملعب اسمها طاهر محمد طاهر، اول ما الكوره بتجيلها بتضيع من الاهلي. بعد كده عمرو السوليه بيشوط واحده قبل نهايه الشوط، ولازم نتكلم عن التسديد من بره ال 18 اللي شفناه كتير النهارده، واضح انها تعليمات من سامي قمصان. عمرو السوليه شاط كورتين او 3، مجدي قفشه شاط له واحده برده، رامي ربيعه شاط قنبله من على حدود ال 18 كده، الجول صدها وخبطت في القائم برده. فالتسديدات كانت كتير النهارده من بره ال 18، ودي حاجه ايجابيه جدا تحسب لسامي قمصان وللعيبه انها بدات تنفذها. نتمنى ان في كل مباراه اشوف 4 أو 5 تسديدات من النادي الاهلي كده، وهتكلم عن لعيبه بالاخص في اخر الحلقه. بيخلص الشوط الاول وبيبدا الشوط الثاني، والاهلي مواصل الهجوم، غزل المحله ضعيف جدا مش قادر يبادلنا الهجوم، كوره كده بتيجي لصلاح محسن بيحطها ار2 لكن بتيجي في القائم، للاسف القائم النهارده
بيعاند النادي الاهلي جدا، ثلاث كرات كده في العارضه والقائم زي اخواتنا الزملكاويه ما بيقولوا ان حظهم وحش كده، لكن الاهلي مع عند القائم والعارضه بنكسب برضه، مفيش حاجه اسمها العارضه والقائم وحظنا والكلام ده، وان انت لو بتلعب كويس هتقدر ان انت تكسب، ولو الحظ عندك مره عمره ما هي عندك على طول، لكن بعديها على طول الاهلي بيواصل الهجوم كمان، تسديده من السوليه بيتصدى لها الجول، بعد كده 1 2 السوليه بيعمله مع كريم فؤاد، وعرضيه السوليه بيلعب بدماغه الكره فوق العارضه، ضيعنا هجمات كتير كنا نقدر جدا نسجل الهدف الثاني والثالث، لكن على طول بيفاجئونا غزل المحله وبيسجلوا هدف التعادل من غلطه كارثيه من محمد الشناوي للمباراه الثانيه على التوالي. بنتقد الشناوي، الشناوي اللي الكره في ايديه وغزل المحله كان هاجم عايز يلعب بسرعه عشان يعمل الهجمه المرتده، مع ان مفيش حد فاتح من النادي الاهلي، الاهلي كله كان ورا عشان ضربه ركنيه كده، انت عمال عايز بتلعب بسرعه ليه ولاعيبه غزل المحله بتحاول تعطلك وتديك فاول؟ طب ما تاخد الفاول يا عم، ما تقف كده في مكانك وتاخد الفاول وتثبت الكره وتلعب براحتك، خصوصا كمان ان انت كسبان يعني مش خسران، فعايز تلعب بسرعه، وان مفيش لاعب فاتح فانت هتطلع عليه مثلا بايد ورجل يروح هجمه مرتده انفراد او واحد على واحد، لا ده انت نزلتها لعمرو السوليه في الزحمه جدا، اتضغط عليه بكل قوه، وعمرو السوليه سيء جدا لتاني مباراه برضه، ضعيف جدا بدنيا وواضح ان هو منهك، لاعب غزل المحله حط جسمه كده خد منه الكوره بيسجله هدف بمنتهى السهوله، هدف يسال عنه الشناوي وعمرو السوليه بس، هدف ما يسالش عنه ابدا خط الدفاع اللي ما كانش مستعد للكوره، الكوره معانا والطبيعي ان انا رايح اهاجم كده، فاللعيبه منطلقه لقدام تلاقي الكوره اتقطعت على طول، حاول كريم فؤاد انه يعمل تغطيه عكسيه، طبعا الكوره بتيجي جول، حميد ماو بيسجل هدف التعادل، النتيجه بتبقى 1-1، والنادي الاهلي بقى بينتفض هجوميا كده، تغييرات كلها هجوميه والاداء في الملعب اختلف تماما، بينزل حسام حسن مكان بيرسي تاوس سيء جدا، وبينزل وليد سليمان مكان محمود وحيد، ودي اول مجازفه هنا، بيخرج محمود وحيد اللي هو الباك شمال وبينزل وليد سليمان ورقه هجوميه، وطوفان هجوم اهلاوي بقى، تسديده من رامي ربيعه في منتهى القوه اللي لازم يلعب في نص الملعب، رامي ربيعه بساطه ممتازه جدا، الطوليه اللي بيعملها لقدام والسرو بساط اللي على الارض كمان وبيسدد كويس، ما لعبوش بقى مساك، هو عنده قصور شويه في موضوع المساك وتمركزاته ساعات بتبقى غلط، وكمساك ما بيبقاش 10 على 10 لكن في نص الملعب بيبقى ممتاز، وبيديني قوه كبيره جدا في نص ملعبي، بيعمل بساط ريسكيه بيقدر يودي اللعيبه على الجول، بيشوط بقوه جدا زي ما شفنا النهارده، بقاله كتير قوي ربيعه ما شفتلوش شوطه زي بتاعه النهارده دي، وحشتني والله العظيم تسديداته، فلازم سامي قمصاني يشوف بقى رامي ربيعه في نص الملعب مش كمساك، وبعد كده هجوم تاني من النادي الاهلي ومحاولات واحده كده كان فيها لمسه يد على غزل المحله، لكن الحكم قال ما فيهاش حاجه والفار بياكد له، قول لي رايك برده في الكومنتات، هل كانت ضربه جزاء تانيه للاهلي ولا لا؟ انا شايف ان الكوره فعلا ما كانش فيها حاجه، وعادي جدا ان اللعب يكمل. وفي الدقيقه 86 سامي قمصان بيدفع باخر ورقه هجوميه عنده، بينزل زياد طارق اللاعب الناشئ، وبيخرج كوكا من نص الملعب اللاعب الناشئ، اخواتنا الزملكاويه اللي بيقولوا بنلعب بالناشئين، كوكا وزياد طارق الاثنين دول ناشئين برضه، هم بيلعبوا مع النادي الاهلي، بس عادي جدا انك تبقى بتلعب بالفريق الاساسي بتاعك وبتطعمه بناشئ ولا اثنين، ما اسمهاش بلعب بالناشئين. بينزل زياد طارق كده عشان يعمل اسيست رائع لمحمد شريف ويخليه يسجل هدف في الدقيقه 91 في البلاس 90 اللي متعودين عليها، زياد طارق لاعب مهاري جدا ويستاهل ان هو ياخد فرصه الفتره الجايه، خصوصا كمان لضعف مستوى اللعيبه الوينجات اللي موجوده في الاهلي، اذا كان الشحات ولا ميكيسوني ولا بيرسي تاو ولا طاهر محمد طاهر، كلهم سيئين جدا وكلهم بيمشوا على سطر ويسيبوا الف كده، فزياد طارق يستاهل فرصه الفتره الجايه فعلا، والاهلي بيكسب الحمد لله المباراه وبناخد 3 بونت غاليين جدا. مستني رايكم في الكومنتات، مين كان الافضل النهارده ومين كان الأسوأ؟ من وجهه نظري افضل لاعب في المباراه للنادي الاهلي هو رامي ربيعه النهارده، كان راجل جدا في الملعب وزيادته الهجوميه دايما مفيده، سدد على الجول وعمل اسيستات وكورته كانت حلوه جدا والهدف لا يسال عنه، فالافضل بالنسبه لي النهارده هو رامي ربيعه، يجي من بعديه محمد شريف اللي سجل الهدف الثاني في المباراه في البلاس 90 وجاب ضربه الجزاء كمان للنادي الاهلي. اما الأسوأ بقى في المباراه فكريم فؤاد سيء جدا النهارده، وكمان محمود وحيد، الاثنين غير موجودين تماما، بنلعب من غير باك يمين ولا باك شمال، زيد عليهم كمان بيرسي تاو السيء جدا برضه، ومن بعديهم عمرو السوليه كمان مش احسن حاجه، شاط كورتين وكان خطير هجوميا لكن السوليه منهك بدنيا جدا. ده كده رايي في تقييم اللعيبه، قول لي انت رايك في الكومنتات، هنتناقش مع بعض كده، وما تنساش بقى لايك للفيديو وشير على قد ما تقدر، واشترك في القناه وفعل الجرس عشان تجيلك كل الحلقات اللي هنعملها بعد كده. سلام.